بيانات وزارة العمل الأمريكية أشارت هذا الجمعة إلى أن توفير الوظائف جيد وفاق التوقعات في شهر فبراير الماضي من خلال استحداث 235 ألف فرصة عمل، بنسبة أكبر من التوقعات التي كانت قد أشارت إلى استحداث 188 ألف وظيفة جديدة. وأكبر نسبة من الوظائف تم توفيرها في قطاع البناء نظرا للأحوال الجوية الملائمة من خلال توفير 58 ألف وظيفة. ويحتاج الاقتصاد الأمريكي إلى نحو 100 ألف وظيفة جديدة شهريا لمواكبة نمو عدد السكان من حيث سن العمل. من جهة أخرى، ارتفع متوسط أجر الساعة بستة سنتات مقابل ارتفاع قدر بخمسة سنتات في يناير. ومن المتوقع أن تحفز هذه البيانات الإيجابية لوزارة العمل الأمريكية الفيدرالية الأمريكية، والذي يعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، رفع سعر الفائدة كما أشار إليه المسؤولون مرات عدة.